السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى يلحقكم هذا الفيديو ويلقاكم كامل بصحه جيده. اليوم نديروا وصفه تاع حلوى جافه بمقادير موجوده في كل بيت. واش لازم لنا؟ 3 حبات بيض، كاس تاع زيت، كاس تاع سكر ماشي معمر، بصح انا ما عمرتوش، انا جا شويه ناقص حلاوه. نتوما ديروا كاس معمر. عندي كاس مايزينا وثلث كيسان تاع الفارينة، ممكن يدينا اكثر من ثلث كيسان. عندي القرصة تاع الملح، عندي لافاني ليكستري تاع لافاني، والباكية تاع الخمار. في ان ريسيبيون درت الزيت، زدت هذاك الكاس تاع سكر غلاس، دربتهم شوية، زدت 3 حبات تاع البيض، مع القرصة تاع الملح، دركا استعملت الباتور إلكتريك، تقدروا تستعملوا هذاك الدراب اليدوي. دركا نزيد كامل المكونات، نزيد لا مايزينا، هنايا الخمارة، هذه باكي انايا راه نقصت شويه منه، ما ديروش باكي كامل باش ما يروح لكمش هذاك الرشام، ما تخمرش يروح لكم كامل هذاك الرشام. ديروا مغرفة نتاع قهوة، زدت لها لافاني، ودركا نبدا نزيد في الفارينة. دركا نستعمل يدي هكذا باش نلايم العجينة. فوالا هذا الثالث، انا درت لي 3، ممكن تقدروا تزيدوا لها شويه. انا في هذا الليمول ديت واحد منهم اللي يجي مع هذا المول تاع المعمول باش ندير به لاباز هكذا. انا بصح تقدروا ما ديروش، ديروا غير هذاك تاع المعمول، يجيكم زوج هكا كي سيسات، ديروا هذه في هذه. صح انايا كنت حابه ندير التحتانيه مدوره وندير لها اللي من الفوق بهذاك المول هذاك كما راكم تشوفوا هكذا. من بعد درت غير هذوك التحتانيين بهذاك المول. دركا ندير هذوك من الفوق هكذا، والمول هذا لازم كل مره نديرو للفرينه خاطر تلصق فما هذيك العجينه، ومن بعد يولي ما يخرجش هذاك الرشام. شباب انا ديجا كي الفرينه درتها زوج خطرات وانا نغسل فيه باش نحي هذيك العجينه، لصقت كامل في ذوك الخطوط غير هكذا بشويه. وانتوما ولما تنحش حطوا حاجه تاع فوق الطابله ولا وخبطوا فوق الطابله، ماشي شرط تضربوا في يديكم، باسكو انا في الاول ضربت في يدي ضربتني شويه، ومن بعد في الاخر وليت نخبط في الطابله، بصح درت شيفونه هكذا نضرب فوقها باش ما تواساش. فوالا هكذا، وهاو القطو تاعي كامل عنده قدرته شي خميره زياده، سي بور سا وراح لي هذاك الرشام. بصح نتوما لازم ديروا مغرفه باش هكذا يبقى لكم هذاك الرشام. دوكا نديرو المعجون، وهذا المعجون تاع نخدمته في الدار، خاطر المعجون اللي نخدمه في الدار يجي لونه شباب ماشي كيما اللي نشريوه، باسكو نديرو له القارص، سي بور سا يبقى ما يوليش كحل، تبقى اللون تاعو شوفوا كيفاه يجي. وانا راني درته في القناه، وشوفوا كيفاه باش راني نعمر، باش نعمر هذوك في الوسط باش هكذا يجيو يبانو. ها هي الحلوه تاعنا الجافه كيف خرجت، وتجي هشيشه، تجي هايله. ونتمنى نكون عطيت لكم الفكره. شوفوا نقسم لكم حبه، والتزيين يبقى اختياري، تزينوها كما تحبوا من الفوق.
وان شاء الله نتلاقاو في وصفة واحدة اخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.